الكويت دولة مؤسسات وسيادة قانون، ينص دستورها على أن الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوين لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، وإن المتهم بريء حتى تثبت عدالته. ثالثا، لما كان هذا الموضوع الآن بذمته منظور لدى القضاء، فيجب الكف عن تناوله في وسائل الإعلام انتظارا لحكم قضائنا الشامخ المشهود له بالاستغلال والأمانة والنزاهة، والذي سيأخذ طريقه إلى التنفيذ الجاد حال صدوره.